فضيلة الشيخ، سؤالي كما هو أن رجالا صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة، فعندما اللي هي صلاة العصر، وهي صلاة العصر، فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلوا، فماذا؟ فمنهم من جلس، ومنهم من دخل مع الإمام وصلى صلاة العصر، ومنهم من صلى تحية المسجد منفردا، فما الحكم في ذلك؟ الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجلين رآهما لم يصلي معه صلاة الفجر فقال: ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر، يتابعونه حتى يسلموا معه. وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أتموا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلموا معه، لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام من لئلا تفوتهم صلاة الجنازة. نعم. طيب، ما منهم يا طيب الذي صلى منفردا؟ الذي صلى منفردا تحية المسجد، على كل حال هذا لم يعلم. نحن قلنا صلوا معه. الواجب عليهم أن يدخلوا مع الإمام أو يصلوا. قلت لك إن الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، وأتيت لك بالحديث. وأما الواجب فليس واجب على هذا الشيء، يعني لو وقفوا ينتظرون سلامة ثم صلوا معه صلاة الجنازة فلا إثم عليه. نعم. طيب مثلا